أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أكد أن الاستثمار في المواهب الرياضية الواعدة والاهتمام بالقاعدة رهان رابح لمواصلة مسيرة النجاحات والمكتسبات الرياضية البحرينية. جاء ذلك لدى حضور سموه نهائي دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة السلة لفئة الأشبال، والذي أقيم بين ناديي الأهلي وسترة على صالة مدينة خليفة الرياضية. وبارك سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لفريق الأهلي إثر فوزه بلقب دوري سموه لجيل الذهب لكرة السلة بعد تفوقه على سترة 76 مقابل 46 في المباراة النهائية، مشيدا بما قدمه الفريق البطل من مستوى متميز، متمنيا سموه للوصيف التوفيق والنجاح في النسخة القادمة. وأكد سموه بأن دوري سموه لجيل الذهب ساهم في تعزيز الوعي بأهمية دعم ورعاية فرق الفئات العمرية لكونها تشكل الأساس المتين للتطور الرياضي والقاعدة التي ينطلق منها نجوم المستقبل في مختلف الألعاب. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمستويات التي قدمها لاعبو الفريقين ليكشفوا عن مواهب سلاوية قادمة في المستقبل لتمثيل المنتخبات الوطنية، مشيدا سموه بالدور الهام الذي تلعبه الأندية في تخريج العديد من اللاعبين، منوها بالجهود التي يبذلها الاتحاد البحريني لكرة السلة في احتضان المواهب وانتقاء أفضلها للمنتخبات الوطنية. متمنيا سموه لكرة السلة البحرينية دوام التقدم والنجاح.